نروح لخبرنا الأول أعزائي المشاهدين. قائمة 64 لا تمنع مارفيك من نجوم جميل. مدرب الأخضر يعلن عن قائمته لمواجهات منتخبنا المقبلة غدا الاثنين. والتجمع لاعبي المنتخب سيكون في 17 من مارس الجاري في مدينة جدة. ونظام الاتحاد الآسيوي يمنح لأي مدرب استقطاب لاعبين جدد غير المتواجدين في القائمة الأولية، وبذلك فرصة تواجد نجوم دوري جميل ومنهم عبد المجيد الرويلي بيد مارفيك. روح لخبرنا الثاني واللي يقول الاحتراف تكشف آلية تحول اللاعب من هاوي إلى محترف. أكدت اللجنة أن أي لاعب لا يستطيع التحول من هاوي إلى محترف حتى يبلغ 18 سنة. وأشارت اللجنة بأنه يحق لأي نادي تحويل أي لاعب في فئة الشباب من هاوي إلى محترف من سن 17 سنة، وفي حال تحويل اللاعب من محترف إلى هاوي يشترط 30 يوم شهر كامل من آخر مباراة شارك فيها. روح لخبرنا الثالث، الأهلي مع جروس والسومة أرقام قياسية. عمر السومة استطاع تسجيل 37 هدف في دوري المحترفين السعودي. السومة سجل مع الأهلي 51 هدف في كافة البطولات، ويسعى لتحطيم رقم الهداف التاريخي للفريق فيكتور ب 71 هدف. الأهلي دوريا مع جروس كسب 30 مواجهة من أصل 46. وأخيرا 186 مدرب قادوا الخمسة الكبار خلال 16 سنة. من موسم 99 إلى 2000 استعان الهلال والاتحاد ب 44 مدرب، من أشهرهم يوردنسكو وغريتس. النصر تولى الإشراف الفني على الفريق 36 مدرب من أهمهم كارينيو. والأهلي والشباب استعانوا ب 31 مدرب خلال 16 سنة الماضية. كانت هذه عبد الله أهم أخبارنا اليوم. أترك مع الحلقة اللي شكلها اليوم نارية صراحة. الله يكفينا الشر بس. شكرا لك أبو أديب.